الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. تيرك الشناد أو تيرك الإسلام ككمدي وحوية بيتك إلهي أو لوحد شيء قفك أو ذكى. الحج واجب في العمر مرة وما زاد فهو تطوع. حجك عمري وقفك هل مرأ يكون واجبا وحي كبضنا وسنة. فمتى استطاع الحج يبادل الحج ولا يؤخر. مركي أو ذقفك إنه حجيو وحواجبك إنه أدق دقو وسندب أدقين. هذه أركان الإسلام الخمسة، يعني الإسلام بناء يقوم على أعمدة خمسة، لو أسقطنا ركن انهار البناء. شنت أن صوشيغ نختير وتيرارك إسلامك أوليه هذه تيرارك إجابانا ودمايا باسمه إسلام. أهم الأركان وأول الأركان الشهادتان والله أعلم. وحانا أقول مهمسا تيرار كاسي شهادتينك أي أقول مهمسا والله أعلم.